الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأعظم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هيا نبدأ بدرسنا. نخص أخينا وعزيزنا الحاج شوقي هيدوس بدعائنا وإلى شفائه وشفاء جميع مرضانا. رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة. اليوم أحبائي وصلنا لحديث عن الإمام العاشر من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ديزيان إمام من أئمة أهل البيت، الإمام الهادي سلام الله عليه. وقلنا بالعادة إحنا نتحدث عن أئمتنا بما يتيح الوقت الحد الحاضر. مثل العادة خلينا نبدأ بمعلومات حول الإمام سلام الله عليه. الإمام علي بن محمد النقي نومي وسي الهادي اي لفيس دي نبي إمام إلي ني عام ديسان دوز آمدين اي il fut empoisonné par Mu'taz, Khalifa al-Abbasi al-Mu'taz. Il fut empoisonné par Mu'taz Abbasi, le calife Abbasi, en 254 de l'Égypte. Le deuxième imam était contemporain de cet calife Abbasi. Imam al-Hadi عاصر سبعة من خلفاء بني العباس. لهم le deuxième imam était contemporain de cet calife Abbasi. لهم المأمون المعتصم الواثق المتوكل المنتصر المستعين والمعتز. اذا سبعه عاشوا الامام ظل عهد سبعه من خلفاء بني العباس. سيفيس لراني دي معتصم كي سون نوم بير موري امبوازوني ابغداد. À ce moment, Ali ibn Muhammad al-Naqi, paix sur lui, s'est trouvé à Médine. Il y devient imam par ordre divin et par décret des imams précédents. طبعاً إن دائماً كل إمام بيصير إمام بعشو وفاة الإمام بيه. Il demeura à Médine et enseignant les sciences religieuses jusqu'à l'époque de Mutawakkil Khalifa. ما في مصلحة مثل ما قلنا لأي إمام كان من أئمتنا سلام الله عليهم إنه يعلن ثورة عسكرية وحركة عسكرية بظل السلطة اللي كانت قوية واللي ما كان بيقدر أي عمل عسكري أو أي ثورة مسلحة إنها تغير من الواقع. لذلك الإمام الهادي، إمام علي الهادي سلام الله عليه، مثل بقية الأئمة سلام الله عليه، اختاروا طريق الدفاع عن الدين من خلال الدفاع عن معارف الدين وعلوم الدين وعقيدة هذا الدين وتعاليم هذا الدين. سي بون؟ فإذا Il devient imam par ordre divin
et par décret des imams précédents, il demeura à Médine et enseignant les sciences religieuses jusqu'à l'époque de Mutawakkil. Alors, on dit Mutawakkil, je vais احكيلا شوي عنه. كان من متوكل من الجهاد، كان قاسيا جدا على أهل البيت وكان عدوا لهم، حتى أنه كان ينال من علي سلام الله عليه. كان كثير قاسي هذا الرجل. توكل العباسي معروف سياسته كانت سياسة عداء مطلق لأهل البيت، لذلك إلا طبعا احيانا ما يعني كانوا احيانا يمارسوا النفاق الهيبوكريزي بتصرفاتهم، ولو مش بشكل ديركت او مباشره، انما كانت سياستهم تتلون وتتغير. راح اقرا لك شوي سياسه المتوكل العباسي وشو بعض الامور اللي كان عملها والقرارات اللي اخذها المتوكل العباس. En 243 سنة 243 de l'Égypte, à la suite des fausses accusations lancées contre lui, متوكل لما طبعا كان في ثورات وانتفاضات تصير ضده وضد حكمه، المتوكل أردن علام دي سي زوفيسيي دان بيتي الإمام أسامرة. جبول الإمام هلا بتقولي يعني هني كانوا يحبون للأم يجبون لعندهم؟ لا، لحتى شو حتى تحت المراقبة يشوف شو هي حركته. كان عندهم أنصار، كان عندهم بارتيزون، كان عندهم ناس بيحبوهم. فلما يأمر المتوكل انه يجيبوه لعندي على سامراء، سامراء وينية؟ العراق، هونيك كان مركز البيت. متوكل أردن علام دي سي زوفيسي دانفيتي الإمام أسامراء كي إتي ألور لا كابيتال، اللي هي كانت شو؟ العاصمة. إلى كريفي الويمام، إلى كريفي هو الكريفي الويمن الإمام إن لاتر بلان دي ديليكاتيس. ديليكاتيس يعني اللطف والتمجيد والتفخيم، ولكن نفاق إكسر. نفاق إن لاتر بلان دي ديليكاتيس لانفيتون à venir à la capitale où il pourrait se rencontrer. À son arrivée, à Samora, on fit preuve d'un certain respect et de courtoisie à son égard. Simultanément, Mutawakkil essaya, كان يشتغل الدكتور على مالتين، مال إذا بيقدر يقتل الإمام ويخلص منه بطريقة، ومال إنه إذا بيقدر شو يحتوي بطريقتين. لاحظ متوكل إسيا par tous les moyens possibles، بكل الوسائل الممكنة، par tous les moyens possibles de les troubler et de les déshonorer. إذا بيقدر يفضح الإمام، إذا بيقدر ينقص من قيمة الإمام، إذا بيقدر يجيب ناس تتحدى الإمام ليسقط من قيمته بكل الوسائل. قبل منه كانوا بعض الخلفاء يجي يجيبوا الإمام ويجيبوا له بعض العلماء والقضاة والأشخاص المحدثين تتحداهم بالعلم. نفس الأسلوب، نفس السياسة. Essayer par tous les moyens possibles et les troubler et de les déshonorer. Plusieurs fois, il convoqua l'imam dans le but de les tuer ou de les disgracier et fit fouiller sa maison.
يفتشوا بيته، يقتحموا له بيته، يحاولوا يقتلوه. لاحظ كل هاي كانت محاولات من اجل القضاء على الامام. بليز كيتو توت فوق كل هيدا، بليز كيتو توت متوكل اتي انانيمي ديكلاري دي لا فامي دي بروفيت، يعني كان عدو واضح لأهل البيت. متوكل اتي انانيمي ديكلاري دي لا فامي دي بروفيت بس يربي اسا فامي إل هو إن هان سبيسيال أنفير علي. كان عنده كرامة خاصة ومميزة ضد الإمام علي. Il vouait une haine spéciale envers Ali Bessir. Qu'il insultait ouvertement. اللي كان يهينه بشكل علني. عم تسمع؟ Qu'il insultait ouvertement. اكثر من هيك، انت اليوم عم تروح على زياره مش هيك؟ عم تزور الامام الحسين، نعم؟ في ليبرتي، في حريه، في امان. معك خبر المتوكل العباسي من اجراءات اللي عملها انه اراد ان يهدم مقام الحسين، وحاول ان يهدم مقام الحسين اكثر من مره، ويقال انه حول عين الماي، مجرى الماي على قبر الحسين لكي لحتى يروح هذا المقام. هذا مين؟ كله بعهد مين؟ المتوكل العباسي، احفظ زي ما. فإذا إيلوردونا من أن بوفون دو ريديكيليزي علي أدي مونكي ليسونسي أون لون décembre 37, il ordonna de détruire complètement les mausolées de l'imam Hussein à Karbala. Il ordonna de détruire complètement les mausolées de l'imam Hussein à Karbala et plusieurs maisons aux alentours. De l'eau fut amenée par un canal vers la tombe de l'imam. Canal 1. Il ordonna que le sol de la tombe retourner et cultiver afin que toute trace de celle-ci disparaisse. C'est bon? Et la mienne? Moutawakil. Est-ce qu'il reste une chante de dingue? Halla, l'imam de la Bija al-Samra, اشتغل طبعا هم بيعرفوا انه هول الناس اذا بصحوا لهم يقتلوهم يعرقلهم مجنقاتهم قدام كل الناس ما بيقصروا. انا عم فرجيك بس ائمتنا حجي هذا قديش عام مشان تعرف انه ائمتنا ال 12 ما اشتغلوا بظروف يعني كان منهم في امن وامان. نحن تاريخنا وتاريخ ائمتنا في اضطهاد، في ظلم، في عذاب، في معاناه، في شجران. هذا تاريخ أئمتنا. منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من عذب، ومنهم من حوصر، ومنهم من طرد. ورغم هذا كان همهم وهدفهم أئمتنا سلام الله عليهم الحفاظ على هذا الدين وحماية هذا الدين. فإذا سياسة الإمام كانت تعبئة الناس، تعليم الناس، حماية أصحابه، حماية أنصاره، ومحاولة إيصال المساعدات المالية والمادية لأنصاره. فلذلك بيقول لك
أسامرة. الإمام الهادي بيسيرمي إتي سو لا سيرفيانس. سيرفيانس المراقبة. مراقبة من السلطة. ها؟ يراقبوه. مين ظهر، مين فات، مين إجا، مين راح. شو عم يعمل الإمام؟ بمين عم مين عم يتواصل؟ يعني بكرة إذا سألتك يا حسين أنك شو بتعرف عن الإمام الهادي أجوب؟ الإمام الهادي هو الإمام العاشر، مش هيك؟ ديزيان إمام، مش هيك؟ تقلي شوية معلومات، يعني يكون عندك شوية معلومات عن الإمام الهادي سلام الله عليه. يعني معقول واحد يا حاج عفيف ما يعرف شيء عن الإمام الهادي؟ بيسوى؟ هذا أقول لك. فإذا أسامر الإمام الهادي إتي سو لا سيرفيونس بيرمنانت دي زيسبيون دو كاليف عباسي متوكل. ها؟ مين إني؟ دي زيسبيون الجواسيس. دي زيسبيون يعني الجواسيس الخليفة المتوكل. كي شيرشي أسافوار ce que faisait l'imam à chaque moment de la journée. شو عم يعمل الإمام بدون يعرف شو عم يعمل بكل لحظة من اليوم. qui cherchait à savoir ce que faisait l'imam à chaque moment de la journée. conscient de cet environnement hostile. Vénérer l'imam al-Hadi et celui essayer de ne pas provoquer le régime du calife abbasside étant donné la répression cruelle de ses partisans par les hommes de la cour du calife Mutawakkil. Dans ces circonstances, l'imam al-Hadi avait organisé ses activités autour de deux axes principaux. شو هم الطريقتين الأساسيتين والمحورين الأساسيتين الأساسيين اللي اشتغل على أساسهم الإمام الهادي بظل هذه الظروف الصعبة. أولاً، الإمام الهادي essayé de transmettre son immense savoir son immense savoir au peuple et d'exprimer clairement ses points de vue sur des questions religieuses. يشرح ويبين رأيه كإمام بأهم المسائل الدينية والعقائدية، وهذا شيء كثير مهم. انتبه بس أنت اليوم لما أنا عم بيجي أشرح لك مذهب أهل البيت، مش هيك؟ طيب هول هذا العلم كيف إجا؟ لحتى وصل لأننا نحن مرع عبر 12 إمام، ومن بعد كل إمام كان في أشخاص حملوا أمانة هذا الدين. فهمت كيف؟ يعني هذا كلف تضحيات، كلف دماء. ولذلك الإمام سلام الله عليه، خليك معي لا تنعس لا تنعس، الإمام سلام الله عليه تحمل صبر، واللي كانوا هم حملوا وصبروا. لذلك شو هي ال ديزاكس برينسيبو؟ الإمام الهادي essayé de transmettre son immense savoir au peuple et d'exprimer clairement ses points de vue sur des questions religieuses. Notamment à travers les séances de débat organisées par le calife Abbasid. حتى كان الإمام يستغل المجالس اللي كان يعملها نفسه الخليفة العباسي مشان ما يجيبوه لحتى يتحدوا. فشو يقدر الإمام يستغل هذه المناظرات ويستغل هذه المجالس ليوصل شو؟ رسالته ودعوته. Lors de ces séances, les califes et ses hommes essayaient de mettre en doute le savoir et le niveau scientifique du vénéré imam al-Hadi. يعني هم كانوا يحاولوا مع المتوكل والجماعة تعولوا
انه يخلقوا شك عند الناس بعلوم الايمان وبمستوى العلم من خلال هذه المناظرات، فترتد الامور او كونتر، بالعكس الناس تيجي تقرب منه اكثر، تتعلم منه اكثر، تستفيد منه اكثر، تتعرف على علومه اكثر. يعني كان تقلب، كان ينطبق اللي بقوله السحر على الساحر. فهمت علي؟ Lors de ces séances, les califs et ses hommes essayaient de mettre en doute les savoirs et les livres scientifiques du vénéré imam al-Hadi Qusaymi. Les califs Mutawakkil avaient ordonné à ses hommes de ne pas laisser l'imam al-Hadi exprimer librement ses points de vue. حتى كان يقول لبعض الأشخاص ما تخلوا الإمام يعبر عن رأيه ويعبر عن وجهة نظره بحرية. لاحظ التضييق، بس ما كانوا يقدروا، يعني اللي كانوا يجيبوه ليتحدوا الإمام أو ليدلوا على الإمام ما كانوا يقدروا شو يخفوا صوت الإمام وعين الإمام. عم حدث عن الإمام الهادي، عم نتحدث عن الإمام. فإذا لخليفة متوكل أبي ordonné à ses hommes de ne pas laisser l'imam al-Hadi exprimer librement ses points de vue. Cependant, l'imam al-Hadi essayait de répondre aux questions qu'on lui posait pour résoudre les problèmes des gens. En ce qui concernait les questions religieuses. C'est bon? دكتور سكلير، الإمام الهادي هذا بي يعني طريقة تانية. الإمام الهادي بيسير لوي يتنزي تو سي موين pour soutenir ses partisans afin qu'ils puissent développer librement leurs activités au sein de la société musulmane. L'imam al-Hadi recevait en secret l'argent que lui envoyaient les fidèles et il les distribuait aussitôt parmi ses compagnons. Malgré les restrictions que lui imposaient les gens de la cour du calife Abbaside. لأن صارت كمان بيضل أنك أنت تحت شو المراقبة السيرفيانس، هذه منه كان شو مسألة سهلة، لكن الإمام فرص لأنه هون يضل يتواصل الأموال والخمس، عم يقصد هون الأموال الشرعية والخمس اللي كان يوصل من الفيدال من المخلصين من أصحابه كان يوزعها على الأنصار. هذا كان شو مكان أمر قصير. هلا بدي اشرح لك شيء كثير مهم صار بعهد الامام الهادي سلام الله عليه، واللي كان احد اسباب استشهاده قتله. العلويين، لما بنقول العلويين بس لانه اذا بتقرا بكره بكتب السيره بيوغرافي لاحد ائمتنا سلام الله عليه بتتكرر معك كلمه العلويين او العلويون، علويت يعني. ها؟ مين هم العلويين؟ كي صار؟ ها؟ مين هم؟ انتبه احسن تغلط، احسن شو؟ تغلط. في عندك العلويين اقسام ثانية. في اذا في اذا في انا ما بعرف جيسيبا. اذا في ناس بيقولوا الامام علي هو اله والعياذ بالله، نحن هون شو نقول عنه؟ كفار. إذا في، إذا مر، أنا عم أشرح لك شيء جديد ومهم، ها؟ إذا في على وجه الأرض أو كان في، سمع هذه؟ إذا في حدا على وجه الأرض كان يقول أو بيقول أو هلأ بيقول إنه الإمام علي عليه السلام لا سمح الله هو إله، إذا حدا بيقول هيك فهذا شو بقول عنه؟
كيف كورلايو او ميكريون ميكريون يعني كافر سي بون. فاذا حدا قال لك علوي علوي يعني يقول ان الامام علي والعياذ بالله اله او رب فهذا شو بيكون كيف كيف. اما لما بيقول لك هون ليش انا عم بشرح لك بهذا الفضل هذا لانه هون بيكتب لك العلويون مين من العلويين هون اللي عم يقصد عنهم واللي عملوا كانوا عملوا حرب او ثوره ضد العباسيين مش اللي بيقولوا من الامام علي رضي الله عنه. العلويين المقصود فيهم شيعة الامام علي يعني اصحاب الائمه يعني اللي بيؤمنوا بالامام علي انه هو الخليفه الحقيقي. فهمت منين العلويين احسن ما تشتبه عليك الامور. العلويون يعني غير العباسيين يعني الذين يؤمنون بولاية علي وأهل بيته. فهمت مني؟ لأنه هلا هون رح يقول لك بعهد المتوكل العباسي العلويون عملوا ثورة. فهمت علي؟ هلا ما نجحت معهم بس حاولوا يعملوا ثورة. بتقول لي الإمام شو كان موقفه؟ بقول لك الإمام ما كان يعارض بمعنى ما كان يقولوا عمل لهؤلاء العلويين انهم مش مناح او كفار لا سمح الله. وبنفس الوقت ما كان يشارك لانه بيعرف انه ما في مصلحه بهذه الثورات لان ما رح تقدر توصل لشو نتيجه لنتيجه. فهمت علي؟ فبيقول لك هلا انا لما بشرح لك العلويين سيدنا صرت تعرف انهم العلويين مش هيك؟ ها؟ العباسي العباسي ليز عباسيد الكرينيين تجور كان عندهم خوف دائم. ها خليك معي هذه النقطة كتير مهمة لأن هذا بالتاريخ مهمة تعرفها. ليز عباسيد الكرينيين تجور إن ريفولت دي علاويت. عرفت منين العلاويت ريفولت ثورة les abbassides craignaient toujours une révolte des alawites des alawites à savoir les partisans de la sainte famille prophétique et les descendants de l'imam Ali. Contre leur gouvernement il voulait donc à tout prix empêcher les soulèvements des Alaouites, tuer dans l'œuf leur mouvement. Tuer dans l'œuf leur mouvement. C'est clair? Les califes abbassides, ses ministres et ses commandants turcs, latraques, étaient tous d'accord sur ces questions, car leurs intérêts les unissaient contre les Alaouites qui voulaient restaurer la justice dans la communauté islamique. لأنهم كلهم متفقين الخلفاء والوزراء وقادة الجيش على انه هول الناس بيهددوا حكمهم بيهددوا سلطتهم. فبالتالي كان في راي واحد انهم يقضوا على شو على هول العلويين وعلى اي ثوره بيقوموا فيها العلويين. يا ابراهيم طيب يرضى عليك معي انت خلص مش الحال نكمل. فإذا كان في هدف كان شو في هدف إنه ما يطلع صوت ما يطلع صوت معارض لبني العباس إلا وشو يخنقوه بس بشو بقوة مش بسهولة يقمعوه مثل ما نقول نحن. À cette époque-là, les khalifs des Abbasides étaient en déclin en raison de ces politiques d'oppression et l'idée de la formation
دي فورت اوبوزيسيون دي لا بار دي زراوي دي الفيزي اكستريمومون بير. C'est la raison pour laquelle les Abbasides avaient décidé de réprimer toute révolte, même en massacrant les gens. Hatta law bdou ya3malou chour exactement. Ma kan andhom mushkil. Les Abbasides, iza fi hal sar fi ddhom ay thawra, kanou ya3tlou bdoun rahma. Mustaedin ya3malou اي مساك. المهم شو يخلوا سلطتهم ويخلوهم، وهذا اللي صار. فاذا dans ces circonstances les mouvements organisés par des alawites essayaient de mobiliser les gens pour satisfaire et défendre les gens de la sainte famille du nom prophète de l'islam. mais هذا كان هدف الثورات ماشي، بس ما كانت تقدر تجيب نتيجة. إنه كانوا يقولون أهل البيت على حق، أبناء علي على حق، وهول الجماعة منهم على حق، وهذه الثورة من أجل الانتصار لآل بيت رسول الله. فهمت شو كان هذا؟ dans ces circonstances les mouvements يعني الثورات الحركات organisées par des alawites essayaient de mobiliser les gens pour satisfaire et défendre les gens de la sainte famille du noble prophète de l'islam. Ils avançaient donc l'idée que seuls les membres de la famille prophétique, notamment les vénérés imams, le Hadi, avaient le droit de gouverner sur la communauté musulmane. كانوا بيعتبروا انه الامام الحقيقي هو مين؟ وانه اهل البيت على حق، وانه هول الناس مغتصبين للسلطه وحكومتهم غير حكومه شرعيه. سيمون لذلك كانوا يعملوا هيدي شو هالثورات اللي كانوا بيقوموا فيها. مين رح تشوف مثل ما قلت لك انه هون جماعه ما في بقلبهم رحمه، وكانوا يقتلوا بطريقه شو شرسه جدا. بيقول لك مي سي كومبا دي في سي ديرولي دون اون غروند ديسكريسيون بور سوفي لا في دي بارتيزون دي لا فامي بروفيتي اي بور سوتينير سيرتو لي فينيري امام الهادي. سيبوندون les gouvernements des Abbasides qui se sont sérieusement menacés. لما كنت تشعر بانه شو في تهديد جدي. ما هو الجماعه اكزاكتلي لازم. فكان شو كان يضربوا بسيف من حديد. يضربوا بقوه. لذلك شو بيقول لك سيبوندون les gouvernements des Abbasides qui se sentaient sérieusement menacés par les activités des partisans de l'imam al-Hadi a fini par tuer en martyr le vénéré. Noté à l'imam, noté à l'imam, al-Fakir, ou noté à l'Al-Thawra pour conserver son pouvoir illégitime. Il est au chaud, Mish'al. illégitime sur la communauté musulmane. للأسف ما عندناش كثير معلومات عن إمامنا الهادي سلام الله عليه. في بعض الروايات وفي بعض القصص وفي بعض المواقف، لكن اللي بيعنينا بالخلاصة إنه نحن نقول إنه إذا بدنا نعمل هيك مثل ريزومي بنقول إنه الإمام العاشر من أئمة أهل البيت اللي هو والد الإمام العسكري سلام الله عليه الحسن العسكري اللي راح يكون حديثنا عنه إن شاء الله لا سيمين بروشن، هو أحد أئمتنا اللي عملوا بكل قوة وبكل صبر وبكل إرادة على حفظ الدين وعلى حماية أنصار أهل البيت سلام الله عليهم وعلى مواجهة السلطة. وأنا هون بدي أقول لك شغلة كثير مهمة، انه انت مرات بتيجي بتقول ها
هاي السلطة خلص يلا ماشي الحال، أنا ماشي معه ومتصالح معه. قلت لا، أنا عم شو أوبوزيسيون، أنا معارض. واضح؟ الأئمة كانوا وين؟ الأوبوزيسيون ما كانوا موافقين يعني على كل شيء كانوا، لذلك السلطة كانت تعملهم مثلا، ولذلك السلطة أخر شيء كانت تعمل إلى شو؟ إنها تقتلهم إما بالصوم وإما بغير الصوم. لذلك أرجوك افتح بصفحات الكتب وتعرف على أكبر كمية ممكن من الأخبار والروايات حول إمامنا الإمام علي الهادي سلام الله عليه. احفظ هذا الاسم، احفظ هذه الشخصية العظيمة وهذا الإرث العلمي اللي حمى الدين، واللي نحن اليوم تسألونا أي سؤال أو أي فتوى أو أي، نحن نقول هذا علم أئمتنا. لما نقول مذهب أهل البيت شو يعني؟ يعني ما ذهب إليه أهل البيت من رأي في التفسير وفي الفقه وفي العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير نحبه ويرضاه، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكون مع الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه وعلى أبنائه وأبائه الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.